نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد روضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صدق الله العظيم. صليتي؟ أمال فين فريدة؟ نايمة جوه. أنا حاسة إن أنا مش هعرف أتعامل مع أمي خالص لما أشوفها. بتهيألك. أمي دايماً كانت بتشوفني بعمل الصح. مش عارفة هقدر أواجهها بحجم الغلط ده دلوقتي ولا لأ. إحنا محتاجين دلوقتي نبص لروحنا، هو ده المهم. مالك سكتي ليه؟ مفيش يا ماما عليها. بس الصح من وجهة نظرنا دايما الناس بتشوفه غلط او العكس. مشكلة الناس بقى دلوقتي ان كله بيحط احكام على كله. معيار الفضيلة مختلف عند اغلب الناس. انت عمرك ما هتقدري ابدا ترضي كل الناس. المهم اللي انت شايفة غلطك يعني بتحاولي تتعلمي منه. ايوه بس انا ماما هتزعل مني وانا مش عايزاها تزعل مني ولا تزعل من اياد. ما تخافيش، ماما مش هتزعل منك ابدا لان انت روحها اللي ماشيه على الارض. ان شاء الله ربنا هيرضيكي عشان ترضي مامتك وتشوفك في احسن حال. عارفه يا رزان، الناس اللي يستاهلوا حبنا واهتمامنا بقوا قليلين قوي في الدنيا. عندك حق. انا خلاص اتعلمت الدرس، مش حاجة على نفسي ابدا عشان ارضي اي حد. وانت كمان لازم تريحي نفسك عشان تقدري تريحي غيرك. حبي نفسك يا رزان عشان تقدري تحبي غيرك. عارفة في ناس بتيجي وبتموت غصب عنها مش باختيارها، بس في ناس تانية بيجوا الدنيا بيموتوا باختيارهم. الناس دول ما نبكيش عليهم أبدا ولا نعرفهم أصلا. هي دي بقى، ما احنا لو كنا نعرفهم من الأول مش فضلناهم على غيرهم. عشان الناس اللي يستاهلوا احلى حاجه في الدنيا بيقعوا مع الناس اللي ما يستاهلوش اي حاجه. هي دي تقسيمه الدنيا ولا ايه؟ لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وبعدين هي غالبا يعني هي تقسيمه كلها كده. المهم نتعلم ان احنا نخرج منها على خير وباقل خسائر، يعني لا فاقدين ولا مفقودين. لا يعني ليه بغم ليه؟ لا 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 فاقدين مش مشكله، اللي يتفقد يتفقد، لكن احنا مفقودين لا. ايوه كده اتحرق اتحرق يا بنتي، انت لسه صغيره الدنيا لسه قدامك. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5 على 6.